السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي حصة. سنتعلم اليوم عن اسم الله الأول. من هو الله الأول؟ نحن نتعلم اسماء الله كي نحب الله ونتعلق به ونعبده ونفكر فيه أولا. هل تعلم عدد أسماء الله؟ لله 99 اسما، من عاش تحتها دخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. لله أسماء كثيرة ونحن لا نعلم جميعها، ولكن الأسماء التي نفهمها هي 99 اسما. كل ما تعلمنا أسماء أكثر، كل ما زادت محبتنا لله وعبدناه أحسن، وسندخل الجنة. كل أسماء الله كاملة. اليوم سنتعلم اسم الله الأول. الله هو الأول وهو الآخر. نحن نحب أن نكون في المركز الأول. إذا كنا في المركز الأول، هذا لا يعني أننا أفضل من الآخرين، ولا نحسد الذي يحصل على المركز الأول. علينا أن نتذكر أن الله هو الأول وهو القادر على أن يجعلنا في المركز الأول. من يستحق أن يكون الأول؟ الله الأول. إذا سألتكم ما هو أول ما فعلتموه اليوم الصبح، ماذا سيكون جوابكم؟ قد تقولون: استيقظنا من النوم، نحن نحب الله ونريد أن يكون الله أول من نذكر، لذلك نقول عندما نستيقظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله هو الأول ولا أحد قبل الله، لا أحد خلق الله. الله ليس له أب ولا أم، وهو دائما موجود. لله الأسماء الحسنى، وهو أول من له أسماء، وهو أول من يربينا، وهو أول من يكرمنا، وهو أول من يرحمنا ويحبنا، وهو الجميل. لذلك نحن نذكر الله أولا ونشكره أولا. الله الأول في الزمان والمكان. أحيانا لا نعلم من ماذا نبدأ أولا أو كيف نبدأ. من الذي يعلمنا؟ الله الأول. إذا شعرنا بالضياع ولم نعرف ماذا نفعل، نسأل الله الأول أن يعطينا الفكرة وما نحتاج كي نطبقها. قد يقول أحدهم: فلان أول من اخترع هذا الاختراع. ولكن علينا أن نتذكر أن الله هو الأول قبل الجميع، لأنه يعطي الشخص فكرة الاختراع. الله الأول ولا أحد قبله. ما هو أول ما خلق الله؟ القلم. من هو أول من خلق الله من البشر؟ آدم عليه السلام. من أول شخص سيدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه. من هو أول من يلبس يوم القيامة؟ إبراهيم عليه السلام. ما هو أول بيت لله على الأرض؟ الكعبة. من هي أول أمة ستدخل الجنة؟
أمة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نؤمن بالله الأول ماذا نعمل؟ نجعل الله الأول في حياتنا ونعمل أعمالنا لله فقط. الله الأول يجعلنا نثق به لأنه سيرينا ما نفعل أولا. الله الأول يجعلنا نتواضع ولا نعجب بأنفسنا إذا كنا في المركز الأول. الله الأول يجعلنا لا نحسد الآخرين إذا كانوا في المركز الأول. نسأل الله الأول أن يجعلنا من أول من يدخلون الجنة. نحن نحب الله الأول.